ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وسيِّدنا وحبيبنا وقرة عيوننا نبيِّنا محمد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.